أحييكم أينما كنتم مشاهدين. هذه حلقة جديدة من على المسطرة، أستضيف فيها مدير المرور العام اللواء الحقوقي السيد طارق إسماعيل. سيادة اللواء حياك الله، شكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا بكم بقناتكم الموقعة قناة الفرات، حياكم الله. خلينا نبدي من زحام الطرق قبل أن نبدأ بإنجازات جنابك. زحام الطرق ببداية تسلمك للمنصب صرحت بأنه راح تلقى كثير من الحلول لمعالجة هذه المشكلة غير فتح الطرق المزدحمة. أين الحلول؟ تلكأت وجهضات تم العمل بها لوشم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا سيدتي مرة ثانية ولمشاهدي قناتكم الموقرة قناة الفرات. حقيقة مشكلة الاختناقات هاي اللي كتعريف عام في كل تقريبا في أغلب دول العالم وحتى المجاور للعراق تعاني من هالمشكلة هاي العويصة التي تمتد منذ ممكن أقول لك تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات تقريبا. ما بالك إذا شارع أو شوارع بغداد لم تطرأ عليها أي تغيير منذ 30 عام حتى في النظام البائد 1951. نعم، يعني لم تحصل بغداد الحظ الكافي والصحيح بإنشاء الطرق والمجسرات والحوليات، وعدم وجود هذه الأمور مع إضافة إلى جسور النقل الجماعي مثل المترو، مثل القطار المعلق، مثل النقل الجوي هسه اللي توجهت به الإمارات، النقل النهري. حتى احنا بالنقل البري الطبيعي هناك مشكلة عويصة، ليست مشكلة المرور فحسب إنما مشكلة عدم إنشاء الطرق والجسور لمجسرات وحوليات لمحافظتنا العزيزة بغداد وارتباطها بالمحافظات الشمالية والجنوبية والغربية، مما حان دون توفير أو توفر انسيابية عالية في حركة المرور في عموم بغداد. يعني تلاحظين الحمد لله الحمد والشكر، يعني رغم الأعداد الهائلة والمهولة في أعداد المركبات ست أمل ما يقارب 4 مليون مركبة لو نحصيها بشكل دقيق، 4 مليون مركبة ناهيك عن بعض الدوائر التي لم تسجل في دوائر المرور مثل اقليم كردستان اللي تصل يعني بالمجمل يمكن 70 مليون او 7 مليون بعموم العراق. انا اتكلم بعموم بغداد هسه، عموم بغداد ما يقارب يعني لو حسبناها بدقه مع المركبات القادمه الوافده من اقليم كردستان مع وزاره الدفاع مع التوك توك مع ستوت مع الدراجات عموما مع المحافظات الجنوبيه والوسط اللي مجيها بغداد راح تلاحظين يمكن ما يفوق 4 مليون مع بقاء نفس الشوارع ذات الشوارع. احنا الحقيقه بالبرنامج الحكومي الخاص بهذه الحكومه الموقره قطعنا اشواط كثيره وسريعه. اولا تشوفين الحمله الكبيره التي اطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء الموقر من اجل بغداد اجمل، انا احد الفريق. تلاحظين رفع السيطرات 220 سيطره رفعت فقط بهذه الفترة الموجزة لهذه الحكومة يمكن ما يقارب 160 إلى 164 سيطرة رئيسية وفرعية. هذا يولد لنا ناتج صحيح رغم الكثافة رغم بقاء الشوارع. وانطلقت حملة بغداد أجمل في إكساء الشوارع، تغيير وتحوير الجزرات، وإن شاء الله تدخل الخدمة 17 مشروع من ضمنها أنفاق ومجسرات وكذلك جسور مشات. إن شاء الله بالقادم القريب راح يلمس المواطن البغدادي هذا التطور. لكن راح تقولي لي سؤالك، هذا هل هذا يكفي مع تزايد دخول المركبات بدون تقنين؟ المعلومة تقول انه بال 25 او بعام 25 يصل عدد المركبات بالعراق ل 10 مليون ست امل. يعني هو انه تصير شوارع بهالسنتين انت تلاحظين شوف سالتيني قبل ما ندخل الاستوديو ونسجل الحلقة منذ مجيء بال 20 نهاية ال 20 2011 كانت 1,600,000 وبقليل مليون وستمائة ألف ألف في بغداد. الآن قبل أيام 2,800,000 هاي مسجل
يعني هذا احنا اذا استمرينا بهذا الدخول الغير مقنن غير يعني كل شركه جد تقدر تستطيع ان تدخل مركبات بصوره يعني معقوله. التقنين يمن التقنين تعرفين هاي وزاره التخطيط هذا احتاج لها مجلس وزاري رفعت توصيات كثيره من ضمنها السوق الحره من ضمنها تعطيل القرار 68 الذي يقضي بتسجيل مركبه بدفع مبالغ وفق السلندرات حجم السلندر اذا 4 سلندر مليونين اذا 6 سلندر 3 ملايين صعودا الى 4 ملايين لل 8 سلندر هذا وقفته وطلبت من مجلس الوزراء الموقر طبعا عن طريق وزاره الداخليه رفع من المجلس الوزاري الموقر بتعطيل هذا القرار والرجوع الى القرار 215 الذي يقضي بتسجيل مركبه مقابل ترقين مركبه. قصدك تسقيط مركبه هو قديمه ترقين هاي بلغتكم ترقين قيد إضافة. هذا يعني هذا خيار تم العمل به؟ هذا مو خيار، هذا طلبته سابقا من مديريه المرور دون الاخذ بنظر الاعتبار وخلت المواطن يستسهل عمليه الدفع الرسوم بدل الترقين هذا يعني تسقيط مركبه مقابل مركبه جديده نعم سمحت له بالترقين وسمحت له بدفع الرسوم هذا زاد الطين بله حقيقه كان قرار غير مدروس من قبل مديريه المرور العامه وغير المفروض ناخذ الخطط الاستراتيجيه حتى ما نصطدم بالواقع اللي القادم رفعت المجلس الوزراء الموقر وكذلك طلبت من مجلس الوزراء الموقر تفعيل المنافذ الحدوديه بايجاد سوق حره اعاده تصدير هذا اعاده تصدير لوحده يكفي موازنة وتوازن خلينا نقول موازنه تخص المال توازن في حركه السير مع فسح المجال لوزاره الاعمار والاسكان طرق متمثله بالطرق والجسور وامانه بغداد حتى تنشئ مجسرات انفاق اللي سبق وان نواهت عنها 17 مشروع ان شاء الله راح يدخل الخدمه عن قريب. توازن حركه السير اولويات منين تبدي؟ يعني ست امل شوفي يعني انت تلاحظين هسه رغم الكثافات رجال المرور يعني والله ابطال والله يقدمون ليست لانه لابس رجال المرور يعني قائد الجهاز لكن يعني مركبات اللي تجوب حول بغداد وداخل بغداد كثيرة جدا تصير جهود كبيرة جدا على رجال المرور حركتها خلينا شوفين ستي بالذروة بالصباح وحتى بالمساء الظهر نهاية بس هاي ترى الوقت أما بعد الساعة 5 العصر لحد الصباح الباكر ماكو مشكلة حركة كثافة ولكن سيبيع علي نعم. طيب فتح وغلق باب استيراد السيارات قد يكون مو قراركم المباشر لكن اكو مشكله كلش عويصه هي اللي هي تتعلق بالمرور مشكله المرور اللي تشوف الاشاره خضراء لكن الشارع واقف بوجود رجل المرور هذا الارتباك بهذه المرحله بالتحديد احسنتي شنو سؤالك احسنتي بهذا شوفي ست امل انا تناقشت ويا السيد معالي وزير الداخليه المحترم كثير من المسؤولين والسيد معالي الوزير يعني مراقب جيد وداعم لهذه المديرية حقيقة أمانة أقولها للتاريخ لكن نوبات من تجين أنت على القانون إشارة رجل المرور أفضل وأقدم من الإشارة الضوئية باعتبار أنه البشر هو من أوجد الإشارة نوبات سرعان ما يتذبذب التقاطع من خضراء إلى حمراء من حمراء إلى صفراء التوقف أو فتح الطريق هذا يكلفني دقائق بالذروة تلاحظين نهمل الاشاره الضوئيه بالذروة فقط وأنا ليس ضد القانون انا رجل قانون ومعيب علي اتكلم بغير قانون ولكن اكو اهم واكو مهم الاهم نوبات يتدخل رجل المرور واوعز له بانه يسحب السير عكس الاشاره يعني مرتين حتى يسحب الطريق الكثيف حتى الناس تروح الوظائف هاي شو وقت تكون بالصباحي بدايه الدوام وبنهاية الدوام فقط لا ما سبب مشاكل ليش؟ لان المواطن مالنا العراقي قام يفهم قام يدرس يعني يعرف الدرس التقاطع باي تقاطع تاخذيه بس اقرب شيء هذا مال الجيلاني قريب علينا وهذا قريب على مدينه المرور العامه تلاحظين السير القادم من كليه الاسراء ساحه الاندلس القادم باتجاهنا باتجاه هذا الموقع
اتجاه تقاطع مثلنا شارع فلسطين، هذا يعني سيل من المركبات. فانت ما بالك انه انت بنهايه الدوام اذا خليتيه عليه شارع راح يسبب لنا مشكله كبيره. كنا قبل اللقاء نتحدث عن الثقافه، لكن هذا مو راح يودينا الى منطقه اهمال ثقافه الاشاره الضوئيه؟ هسه يمكن الضروره للضروره احكام. احسنتي، يعني لكن اكو اهم واكو مهم. ست عمل يعني نعم، عندي اقول لك ليس من المنطق انه اتكلم انا برجل قائد وحقوقي اتكلم بغير القانون. شنو اللي يمنع تفعيل؟ لكن انا خدمه المواطن عندي افضل بصراحه، خدمه المواطن افضل من الاشاره الضوئيه مهما تكون الوانها. ليش ما تتفعل؟ شنو اللي يمنع تفعيل الاشاره وتترتب؟ منو قال لك ما تتفعل؟ احنا هسه جهد ما كنا يمكن للامانه مشهورين المنطقه الخضراء، يعني في لجنه يضرب بها المثل. شنو يضرب بها المثل؟ ما المنطقه الخضراء بالمرور والاشارات الضوئيه. نعم نعم، وزاره الكهرباء في لجنه ارسلني السيد معالي وزير الداخليه للسيد وزير الكهرباء مشكور، وشكلنا لجنه مع الامانه لمعالجته، واحنا قادمين. يعني شوفي كان 24 علامه اشاره ضوئيه تشتغل في بغداد، حقيقه وصلنا الى 96 اشاره ضوئيه. القادم قادم افضل ان شاء الله، يمكن خلال هاي الثلاث اشهر القادمه كل اشارات بغداد ال 156 اشاره ضوئيه مع الاستحداث اللي طلبته مديريه الامور العامه ان شاء الله متابع. وتعرفين هذا الموضوع مترك لامر امانه بغداد هي المسؤوله عن ذلك. طيب سياده اللواء، خلينا ننتقل الى ملف الترقيم والسيارات. بين فتره وثانيه اصبحت ظاهره يعني متعبه لاصحاب السيارات، تقريبا استبدال ارقام السيارات كل فتره وتبديل الارقام الانجليزيه او التحويل الى الارقام الانجليزيه كثير من التفاصيل. ست امل، هذا تذكرين يمكن انت عمرك ربما صغير مبينه صغير؟ ان شاء الله كبيره بمقامك. طيب لكن كانت تعرفين، خلينا نرجع قبل 2003. هذا ما يعرف او ما يدعي، ما انا ما اقوله بالصدامي. وكان يسموه البطانيه، تسميات البطانيه. وكان ذاك ابو القرص يسموه ابو القرص. زين. فهذا قانون دولي عام. تابع لمحكمه وانظار محكمه دوليه. زين. محكمه العدل الدوليه. وتعرفين اي دوله كعضو داعم، بس احنا ما ندخل بالسياسه. بس هاي موضوع علوم سياسيه لازم نفهمها كلنا. بس الرقم الالماني ابو الاحرف ما نفسه. ست امل، هي مو مزاج، يعني هي موضوع اختيار هذا الرقم توحيدا مع اقليم كردستان، توحيدا مع الدستور مالتنا. زين. لانه ذهبت بان وقت السيد عثمان الغانمي مع الوزير المحترم، توجهت الى اقليم كردستان لتوحيد اللوحات بدل النجف وسليمانيه وبغداد، بجعلها لوحه انجليزيه واختيار اللغه دستور لغه عربيه وكرديه، فصار به بعض الاشكالات. فاتفقنا على الانجليزي كما هو معمول بالكويت والاردن وفي تونس وكثير من الدول العربيه. وهذا قانون دولي، كل 10 سنوات تتغير هاي هذا الشكل. بعد 10 سنوات وظل تستمر بالتغيير. نعم. قانون بينا. طيب مشاهدينا للحديث بقية، لكن بعد هذا الفاصل. من جديد لكم التحية مشاهدينا، أجدد ترحيب حضرتك سيادة اللواء. تحدثنا عن الأرقام الإنجليزية، مشكورة كل الجهود وتحية لأبطالنا بالمرور كل المثابرين والأخوة، لكن لديك فئة كبيرة من أبطالنا بشرطة المرور لا يجيد اللغة الإنجليزية، فربما يخطأ بحرف أو حرفين تسجل الغرامة لشخص آخر. لا مو ستعمل السؤال، طبعا كلش لطيف وجيد. احنا اذا نبقى على التقليدي على الغرامه الوصل والورقي، شوفي تلاحظين برنامج الحكومه لهذه الحكومه هي دائما الحوكمه، الذهاب الى الالكترون. احنا مقبلين الى عمل نظام الاتمته اقصد الكاميرات والرادارات، وحتى التقاط الغرامه ما يكون عبر الشيء الورقي وفي اجتهاد. يعني الحكومه مشكوره، ترفع يد الموظف الحكومي عن
هذا التقليد الورقي وخطأ والصحيح والانتقام واللي يقرأ وما يقرأ. بس هو يقدر يقرأ الهاتف والواتساب يقرأهن، بس من تجي على الرقم السيارة تعرفين هذه ثقافة الشعوب، يجب أن تجدد أن تتقدم. الأمية غير مقبولة، أمر غير مقبول، يعني تعرفين هذا مسؤولية ليس حكومة وإنما كل الشعب العراقي لازم يعني هو المسؤول. هاي المديرية وهذا وزارة الداخلية وخاصة مديرية المرور العامة، ترى أغلب العمليات اللي تقوم بها مديرية المرور العامة هي إلكترونية، تقريبا وصلنا 80% من عملياتنا فقط بقدر الغرامات، وإن شاء الله القادم راح تصير أتمته بشكل كامل تصل للـ100%. يعني تقريبا إن شاء الله هسه 80% تقريبا إلكتروني. يعني بلشت بالعقد الإلكتروني؟ نعم، العقد الإلكتروني من ضمنها هاي ست عمل توجهنا بجهود ذاتية من قبل هذه المديرية بالمهندسين، استعانة بمجلس الوزراء الموقر الحالي، زودونا بسيرفرات خاصة بجعل هذا العقد المروري الذي كان عند الشركات تم سحبه يعني بوقتنا احنا من استلمنا المنصب، وتعرفين سويناه حكومي، وبالتالي نقلته الى الان بحكم القانون مادة 13 بقانون المرور النافذ الالكتروني حتى التطبيق يكون سهل وسلس دون تدخل الموظف ودون تدخل حتى المواطن نفسه. فيما يتعلق بالإجازة الدولية إن شاء الله الأسبوع القادم يمكن إن شاء الله بشرة من خلال قناتكم الموقرة إن شاء الله بشرة سارة لهذا الموضوع الكبير هو العقد الإلكتروني، أنه نطلقت تلقائي المديرية بجهود استثنائية طبعا صالي أعمل عليها أكثر من 5 أشهر. شكرا جزيلا. أنا أشكر حتى مجلس وزارة الموقر بدعمه بالسيرفر، بدعمه بالاختراق الأمني وتشيكه، بدعمه حتى بالمكتب الاستشاري ساعدوني كثير حقيقة. أرسلت وفد وقروب من الضباط ومتابع وياهم، الحمد لله الأسبوع القادم أو اللي بعده أفاجئ المواطنين الكرام إن شاء الله عقد إلكتروني، وهذا مثل الرصيد يكون وسهل وبسيط أو حتى يخدم صاحب المكتب بالأموال. نعم. طيب فيما يتعلق بالإجازة الدولية، بما أننا الآن نتحدث عن جهود ذاتية ست أمل، يعني حتى الإجازة الدولية كانت بالسابق حقيقة جمعية العراقية للسيارات منذ زمن طويل، ولم تأتي الإجازة الدولية طول فترة تأسيس هذه المديرية من عام 1971 فصلها عن شرطة النقليات، ومنذ أن تأسست وزارة الداخلية عام 1921 لم ترى النور، أو لم ترى الإجازة النور، الإجازة الدولية قصدي، لم ترى النور في هذه المديرية. شن كانت الأسباب؟ يعني أنا أعزيها أنه فهم قيادة، قيادة ما كانت منتبهة لهذا الموضوع. منذ ما جئنا الحمد لله والشكر باشرنا بها صار أكثر من عام، حققت أموال طائلة جدا للإجازة الدولية، مبلغ الإجازة الدولية 62 تعتمد على الإجازة والبيانات للإجازة المحلية، والحمد لله والشكر باشرنا بها تقريبا ما يقارب أكثر من عام، عام وشهرين وفي داخل المديرية قسم الإجازات الدولية معترف بها وفق قانون فيينا، وهي جلبتها حتى بمساعدة وزارة الداخلية مع الإقليم عندما ذهبت لتوحيد اللوحات، جلبت 50,000 نسخة الحمد لله والشكر، مشكورة جهود وزارة الداخلية الإقليم مجانا، وحتى غيرت النسر كان النسر يختلف الحمد لله والشكر، غيرت إلى نسر مال اللي تحمل الشعار الجمهورية العراقية الاتحادية عن إقليم حكومة الإقليم عن حكومة الإقليم، وصدرت في أربيل أمهم ساعدوني طبعوا لي طبعة 50,000 نسخة وعامل بها الحمد لله والشكر، صار لي أكثر من سنة ونص تقريبا سنة وأربعة أشهر. طيب لكل قائد خطة سواء بهذا الموضوع أو بغيره، يعني بكل ملف، شنو خطة سيادة اللواء للتكتك التي أحدثت انقسام بالشارع العراقي؟ منها كورترا هي يعني رفعت شوية من نسبة العاطلين عن العمل وعيشة عوائل، ومنها لا زادت المشاكل أو زادت الجرائم اللي تصير وأربكت حركة المرور. ما إجراءاتكم حول هذا الموضوع؟ تقنين
عقوبات، انذارات، ايقاف استيارات وشنو؟ يعني سؤال جيد جدا من جنابك الكريم ست امل. يعني حقيقه من ضمن المقترحات اللي هاي مال السوق الحره وتعطيل قرار 68 منع استيراد الدراجات بكافه انواعها ومنها التوك توك والستوته اللي صارت يعني حقيقه لا يزعلون مني وانا اتكلم دائما بصراحه صارت وباء. وباء وباء يعني خلي ما اجامل، انا ما اعرف اجامل حقيقه. ويعني قسم من تنزلين الشارع للجمهور الشكاوى والتليفونات والمناشدات كثيره جدا جدا، لا يجب على المرور العامه محاسبه هؤلاء ومنعهم. عد ما نحاسبهم تطلعنا انفسهم يقولون ذول اجت على الفقره. انا مو موضوع هي فقير موضوع غني بقدر ما هو نظام عام منظر ينطي هيبة دولة، ينطي هيبة مجتمع، ينطي ثقافة مجتمع. لكن جاءنا كتاب أخير مؤخرا قبل أسبوع راح تصدر بيان حقيقة وصادقة عالية، يمكن حتى ما أستعجل، يمكن هذا راح يأذيني كلش هذا الموضوع. ليش؟ متأكد لأنه راح تطلع الـ 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 الملائكية الوردية أنه أنا ضد الفقير، بقدر ما أني أهتم ببلدي وأظهر بالمظهر العاق. الدراجات صارت مزعجة جدا استعمل الدخول ولحد الآن غير مسيطر عليه، غير مسيطر عليه، دخول كميات هائلة هائلة ذات المحورين وثلاث محاور، يعني المحورين الدرجة الطبيعية هاي الصغيرة والحوادث والقتلى الشهداء يعني شباب، الفوضى العارمة بيهم هنا. أنت حتى المحاسبة من رجل مرور بالتقاطع شلون يعني إلا يحط له شبكة مال، شلون شبكة مال الصياد مال الأسماك؟ وضعية مرتبكة. أغلب الحوادث اللي يسببها هو أبو الدراجة وخاصة التوك توك والستوتة. القرار القادم أكو قرار قادم حقيقة راح نمنع بشوارع العامة، كل الشوارع العامة بالكرخ والصافة محلية لعدم توفر شروط المتانة والأمان بها. دراجة هي ما ممكن تصعد نفرين وثلاثة بها، وين شروط المتانة؟ والإطار مالها ما يقارب القطر مالته 20 سنتيم. فراح يزعل هواي ناس طبقة بالشوارع العامة فقط، الشوارع العامة كلها. راح اطبق هذا القرار بعد ما صادقته يعني حقيقة. يشمل كل المناطق الشعبية وسنتر بغداد فقط بالشعبية مناطقية هاي خصصت بسياقة هادئة بالمناطق بالمناطقية دون يعني الأزقة والشوارع الفرعية وليس العامة. يعني حتى بالمناطق الشعبية الشوارع العامة ممنوع؟ نعم حتى في الشوارع العامة انقطعت أرزاق الوادم. يعني شوفي شوفي هسه شلون جاي، هاي أول تعليق، شوف هاي أول تعليق، هاي أول هذا اقرا سوشيال ميديا تقريبا بقراءه مسبقه. اي راح شوف الهجوم راح يصير، راح يصير هجوم لو اسكت واعوف هاي ايهما ارجح؟ تسكت وتعديها؟ لا ما اسكت حقيقه، ما اسكت. يتنفذ من يعني ان شاء الله الايام القادمه راح اعطي مهله تسجيل، طالبوني بالتسجيل بتخفيض رسوم، خفضت الرسوم من 500,000 الى 195,000. زين الحجه هاي دائما الشماعه ما عندنا فلوس نسجل، ونزلت ال 50,000 للمحورين ما عارف شو اسوي، يعني اسوي مجاني يعني يجوز؟ والقانون يحاسبني، وهي تعظيم موارد الدوله شلون؟ كيف؟ ليش ما تسجلها؟ هاي وحده. ليش ما تلتزم بقواعد المرور؟ ليش؟ واحد يلتزم 10 20 والباقيين ما اخذوا التزام. اخذي استبيان من المواطنين، شوف الكلام انت هذا دقيق لو مو دقيق. المشكله العويصه اللي تواجهك بقواعد المرور وين بالتحديد؟ عدم وجود طرق، كان المفروض نفكر قبل 20 سنه بعد 2003 قبل 20 سنه 2004 2005 2006 نبدا نفكر شلون قبل ما اجيب السيارات المركبات هاي هجوم اسميه يعني هجوم. المفروض كان افكر بطرق من تنشئين البيت قبل ما تنشئين الحي
يكون تخططين مجاري شوارع متقطعين كهرباء وماء ومن ثم تنشين المبنى. احنا هنا بالشرق دائما بالشرق وبالعراق خاصة دائما الشغلة معكوسة، نبني وبعدين نبلط. وهذا أكثر المناطق عدم السيطرة عليها تكون يعني موجودة بكثرة خلال ساعات اليوم. يعني شنو المناطق؟ أكثر منطقة ما يقدر يسيطر عليها المرور لشعبيتها، لعدم التزام ناسها بالقواعد. مناطق الشعبية معروفة يا ست أمل، يعني تعرفيها وأنا أعرفها والمشاهد يعرفها. مناطق دائما الشعبية لكل يعني شوفوا حتى البيت البيت الواحد من 4 عوائل 5 عوائل السيطرة تقل تضعف، بس من عائلة أو عائلتين سيطري عليها مو صحيح. تعرفين هذا وين راح وهذا وين صعد وهذا وين طلع. طيب. كيف ما في محلة أو زقاق أو مجتمع أو مدينة. فيما يتعلق بالغرامات، إيش قد خففت من نسبة المخالفات؟ شوفي ست أمل، يعني الغرامات سمعت يمكن هاي الهجمة الأخرى دائما هجوم. لا مو هو العمل ما يخلى. لا طبعا لا، من حق يعني محترم رأي أي مواطن. أي طالما أكو شغل يعني أكو نقد. نعم. من يعمل يخطأ من فكيف انه باتي واحد يعمل ما يخطئ؟ الغرامه هذا موجب القانون، ده غرامه ما خطأ بالعكس افتخر بها اصلا. اصلا هذا التسجيل طلع بحد القنوات احترامي للقنوات، القنوات اللي طلعت طلع تسجيل مسرب وهذا ما يجوز. شكلت به تحقيق لانه هذا مسرب، هذا افشاء الاسرار بالقانون، ما يجوز ينقل للراي العام. غرامات انا اشتغل قانون النافذ سنه 2019/8 وده اشتغل المخالفه. انا ما رحت دقيت باب انسان او ست امل ما مخالفه وفرضت الغرامه، خولك القانون تجين تعترضين يمي تقول انا سيارتي داخل الجراج وجا لواء طارق قصدي غرامه وانا بداخل الجراج يا ناس شوفوه ممكن تشتكين عليها وتقاضيني مو بس دفع الغرامه. خففت الغرامات طبعا وزادت من لا طبعا شوفي ست امل او من العبء. الثقافه شلون تخلق؟ بالقانون، انفاذ القانون الصارم تجعل ثقافه. لا تقولي لي نعم صحيح اكو في وسائل تعليميه تربويه قبل ما تفرضين الغرامه، قبل ما هذا انسان يتثقف. الطفل ما يعرف من عمره 5 سنوات أو 6 سنوات في بعض الاحيان ما يعرف يتصرف بداخل بيته. ووجدت رياض الاطفال والتمهيدي وبعدين الابتدائيه وبعدين المتوسطه، هذا يزيده قبل ما يشتري سياره، قبل ما ما يقوم باي عمل، قبل ما يتعلم السياقه راح ما راح يودين هاي المنطقه لاجازات السوق. نعم ستعمل والتساهل بها راح يكون راح يستقطب الثقافه من البيئه اللي تتوجهه، وبالتالي اظهار المجتمع باعلى صوره من الرقي. ممكن انه تتخفف الغرامه لادنى من 50%؟ لا او 50,000؟ لا انا اسويها يجوز بالمستقبل يجوز اسويها 4 أضعاف. ليش؟ حتى التزام بالقانون. الجدل الكبير اللي صار بالشوارع الفرعيه اكو ناس حاطين سياراتهم باب بيتهم يطلع يلقى المرور مغرمه. والله انا ادفع له راتبي كله اذا هاي الحكايه صحيحه. اذا الحكايه صحيحه والله العلي العظيم هذه صحيحه اللي صارت ويا احد الناس ونقلها لي يعني قريب. هاي وين بالحرفيه؟ عافية عليك. نعم نور نعم نعم عزيزتي باب بيته عزيزتي أنا الشارع هاي منطقة تجارية بالداوودي وبالأعظمية وكذا يعني هو قانون مرور شوفي زين مادة المادة القانونية من قال وقوف المركبة في محل ممنوع زين سكت المشرع ما قال امام بيته وامام شوارع فرعيه رايحين لا تسمعيني يعني تسمعيني هسه اجيك انا شو مصلحتي بالموضوع؟ شكاوى كثيره ست امل بالداوودي وبالاعظميه وبالحارثيه خصوصا الحارثيه يا عزيزتي قامت الناس ما تطلع وتطب وصارت المحلات والعيادات الطبيه اللي متواجده بالحارثيه وكذلك بالكوفيات اللي بالداوودي وبالاعظميه صارت يعني الرصيف مال الناس قام ما يطلع بالبيت يقول ما اطلع من بيتي. يا ليش ما تطلع من بيتك؟ لانه سيارات واقفه جراج يجي يذبها بالثنتين ما يشوفها الا يكمل سونار وفحص وما ادري شنو وصيدليه وتعرفين 3 ساعات ساعتين 4 ساعات ما اقدر اطلع. يا بها مواطن يا عزيزي اكو باركات
بالحرثية، ليش ما تدخلها؟ هاي شماعة، شنو مصلحة جهاز المرور انه يطب الفرعية ويخرم؟ غير هي خدمة للناس. انا من سيارتي اوقفها كيفما اشاء، قانون ما خوني، خوني دقائق اخذ الحاجة واطلع على عيني وراسي، بالكرادة داخل، بالعظمية، بالكرادة خارج. اذا ماكو جراجات قريبة شلون؟ ست مو مشكلتي استعمل، هاي مو مشكلتي، مشكلة اللي مستخدم الطريق اللي انت جاي تعرف هذا الشارع مكتظ بالمركبات، انت شنو جاي بسيارتك؟ تجذبها تخبرين انت بيتك هاي المناطق اللي ذكرتها يوقفها بباب البيت او على الرصيف مالتك. هسه الظاهره الجديده شنو؟ جراجه فارغ بالبيت، جراجه فارغ حاطه خمس سيارات، خمس سيارات، اربع سيارات كل بيت، ما يطببون جوا. لا، استغل الشارع مو الرصيف، ها رصيف هو عادي يقدر يصعد على الرصيف، يقدر يصعده حتى يخلي الناس تمشي براحتها. وين قام يخليها؟ بوسط الشارع، وكأنما الشارع المحلة بداخل الأزقة، وكأنما الشارع صار ملك له من الصبح للي الثاني يوم يطلع بيها. هل هذا يجوز؟ هل هذا صحيح؟ هل هذه ثقافتنا؟ واحد من الإخوان الأعزاء المثقفين قال بيته 50 متر وما عنده جراج. قلت له لا، يعني انت تخوله يذبها بالشارع، تخوله يقطع الطريق امامك وامام غيرك اذا صارت مصيبه او مشكله، بحيث سيارات منا وسيارات منا، عرض الشارع 8 امتار مع الرصيف. تصير شلون الدربونه اللي قادم من مسافه ينتظر، فد مشكله عويصه جدا. ليش ما احنا نكون يد بيد لخلق نظام مروري آمن ومتطور؟ ليش؟ شنو اللي يمنع؟ أنا أسأل، أنا رجل مرور ورجل أمن، ليش ما؟ يقول لك أنا ما موفر دي، أنا جيت مثلا عندي مريض بالحافلة ما موفر دراجة. أنا قلت لك ستعمل روح اشتري خمس سيارات بالبيت على عدد النفرات التوزيع. ما تحديد نسل، ليش ما تحددون نسل السيارات بالعراق؟ أنا وزارة التخطيط ستعمل ترفع برقية من جنابك. شرفع أنه برفع برقية تحديد النسل؟ وانا عدتك تكون ستوته قلبه الدنيا انه حد نزل هذا دي يموت العراقيين. ستأمن موضوع ثقافه، قلت لك ابتداء وبعدين احكي لي بالقانون. راح تقولي القانون وانفاذ القانون ياتي بالثقافه، نعم وياك، بس المفروض الثقافه تسبق القانون. مشاهدينا ناخذ فاصل قصير، من بعدها ان نعود. من جديد لكم التحية مشاهدينا. سيادة اللواء، يعني فيما يتعلق بمشكلة مواقف السيارات غير المجازة اللي مالية الدنيا، هذول مو المفروض أو من المفترض أن يكون تنسيق مع الداخلية من قبل المرور يحاسبون ويتم الإلقاء القبض عليهم؟ همتين إحنا حال المشكلة، يعني هذا جهد، شوف استعمل علي هذا جهد الأمانة وجهد دوريات الشرطة النجدة والمحلية، هذا مو شغل المرور. صحيح هو ضابط قضائي هم يروح النبي يدور على ذول اللي مال الجراجات، واغلب الجراجات بائسه ترى جدا، بائسه جدا. يعني انت طلع يا جراج ببغداد، بس ما عدا هذا الجراج من سنك، وهذا جزاه الله خير، هذا بغداد جديد هسه طابقين صار كل شيء نظام حلو. حلو تكررت العمليه وحتى هيئه الاستثمار لو تجبر المستثمر بإنشاء، شنو المشكلة؟ أين المشكلة؟ ماكو مشكلة. الشوارع العامة عندي في بحث يمكن في 97 بسوي بحث، أنا من كنت مقدم وتناولت هذا الموضوع، مشكلة الازدحام في شوارع بغداد الرئيسية وسبل المعالجة. من ضمنها كان التوصية، حتى توصيات هذا البحث، أنه إيجاد طوابق متعددة للمركبات. ما عندنا بغداد كلها، ما عندنا. هذا المواطن حقه، موجود المطاعم، موجود المتاجر، وموجود من يسوي المشكله، بس الجراج ابو 14 ما نقدر نسوي. خلي نركز، ليش ابو 4 اسوي ابو 8؟ ليش؟ بس احنا قابلين بقليل، بس احنا ليش مشلبين كلها باثنين ثلاثه ونوقف اثنين ثلاثه ونوقف؟ اسوي 8 واسوي هاي هسه على الكرت، على الكرت هاي بس 8 بربيل مو بعيد هنا.
نايم بالشمال. اكو اراضي مثلا في بغداد انه احد يقدر يجيب مصرف مرور يستثمرها؟ هاي المواقع اللي عائده لوزاره الماليه والامانه كثيره جدا ببغداد، يعني لو استغلت في انشاء مرائب محترمه لايواء هاي المركبات لكان هذا مواطننا هم حقه. هسه انت يعني حكيت من جانب قانوني، نحكي من جانب انساني. عندك شغله نص ساعه وين تودين سيارتك؟ حتى سماحت بالصف الاول بعموم بغداد اكو شات عند الشوارع متاليه، كراده خارج كراده داخل، يمنع من عنبات كان كانت من كرة امر قاطع كرة عقيد من عبات، ولكن المواطن ما يروح اذا ياخذ له حاجه 10 دقائق ربع ساعه يم دكتور يم صيدليه يتبضع، يعني حرام. وين وقف السياره مالته؟ شنو اجر تاكسي؟ ليش مشتري السياره؟ ما في موضوع وتقدم بهذا الشيء، وكثير كتب كثير مناشدات طلبت حتى من هيئه الاستثمار اجبار المستثمر ان يعمل او يضع المستثمر بعين الاعتبار قراج حديث جميل بكل شوارع بغداد. لا تقولي المنطقه المعينه والمنطقه، كل شوارع بغداد حتى في المناطق الشعبيه. شنو المشكله يعني؟ وين المشكله؟ وين؟ اراضي عندنا هسه كثير من البنايات من الابنيه طبعا المستثمرين عندنا، مستثمرين عندنا وابنيه عندنا، شنو اللي يمنع؟ خلي نسوي خلي نباشر خلي نباشر. هسه في شيء انا ممكن انبه عليه، خلي المعنيين بالامر يداركون هذا الموضوع مع ان شاء الله التقدم في انشاء طرقات الجسور والحلقي والانفاق. خلينا نتقدم هذا الشيء، لا نظل نركز على شيء ونترك شيء. طيب عائدية الغرامات وهذه الفلوس اللي تجي عن طريق المرور يعني ايش قد تقدر شهريا وايش قد ساهمت بتعظيم موارد الدوله ومرجعيتها؟ يمنا هاي ضحكتيني بها. هاي اكو واحد داخل يمنا شر قايل هذا مدير المرور العام مال شلون الشهر مالته يطبله 30 مليون، لا 30 مليون 30 مليار. خلينا نوضح على الفرصه 30 مليار 3 مليارات والله ما اعرف. هاي غرامات سياديه ست عمل كل الرسوم التي تجبى من خلال مديريه المرور العامه خزين للدوله، يعني ايراد نهائي للدوله. يقولون يساوي النفط. لا اكثر. اكثر؟ يعني كمديريه؟ لا اكثر. اكثر من النفط؟ لانه مو اكثر شنو اكثر؟ اكثر لانه انت دائم مديريه بحجم مديريه المرور العامه ولو ان شاء الله كبيره 500 مليار يعني قليل 500 مليار بالسنه اي 500 مليار 489 مليار 489 مليار وهالسنه يمكن 457 لو 75 مليار العام. اللي يسمع هاي الارقام يقول دافعين الوادم بالقطنه. لا مو هاي مو بس غرامات، هاي مو بس غرامات، لا هي يمكن ثلثها غرامات. زين الباقي وين؟ الباقي يعني ثلثها غرامات، الباقي منين؟ الثلثين لا ما رسوم سياديه، رسوم مال تسجيل اجازه سنويه، هاي اللي ابتديت بها طرق وجسور لقيتها موجوده شو اسمها يعني؟ طرق وجسور المواطن حتى الفحص النظري يحسب عليه، فحص النظري ينطي 25 بالموقع يحسب عليه، هي مو عليه، طرق وجسور 62 صعودا حسب الاوزان المحوريه اللي يعني وزن المركبه تتضاعف كل ما صعدت. زين هاي مو يمي كلها تروح يرد للدوله للموازنه. طيب هسه خلي شوي احنا استثمر الدقائق الاخيره، حكينا احنا ربما بكثير من التفاصيل اللي وصلت من الضوء على كثير من الامور، لكن جنابك اول الناس اللي خليت نظام العمل بالشفتين، شنو كانت فكرتك؟ شنو الآلية؟ شنو الثمار اللي حصلت؟ شكرا جزيلا ست أمل، هاي سؤال جدا مهم. أول ما وجدت هنا لقيت بوقتها حجز إلكتروني وكان مثلا إذا تحولين ملكية أو تطلعين إجازة مشاكل مو حلوة، شفتها بأم عيني يعني مو ما حد قال لي أول ما التحق مشاكل كثيرة بحيث مطين موعد مثلا ورا أربعة أشهر تحولين سيارة ومشاكل يعني اجتماعيه تعرفين تعال حول لي السياره وهذا يذهب للواسطات وهذا يذهب غير طرق ما حلوه ما اقدر اذكرها.
رفعت هذا زين لقيتها بالملايين ملايين يعني يتكدس يعني تعرفين انه يوميا الان 16,000 معاملة انجز بالعراق يوميا؟ اي والله بس شفت يعني مسؤول على كلامي بس شفت يعني وصل 16,000 معاملة هاي شكم وضع منجزة مو يعني ختم لا لا معاملة انتي استعمل جنابك طلبتي اجازة هاي معاملة انا حولت السيارة استاذ عمار يمكن مصور سجل السيارة لأول مرة ذاك نقل ملكي هاي العمليات عموم العراق 16,000 معاملة كيف انا اقضي على هالفوضى العارمة انشأت تركت بسرعة لموقع رستمية وموقع هذا الشعب موقعين وضفت اضافيات وتداركت الموظفين والضباط والمنتسبين المدنيين انه يكون بشفتين مو شفت واحد ويتكرر لا شفتين شفت يجي شفت يجي بالسبعه الثلاثه ويستلم الشفت الثاني من الوحده والشفتين يندمجون ساعتين من الوحده للثلاثه يندمجون اثنينهم حتى طاقه قصوى بالعمليات الحمد لله والشكر افلحت وطأت الكثافه كانت المعاملات 4 أشهر حجز والمعامله ما تقضي 7 أيام و10 ايام يمكن هسه انت اذا او احد الزملاء اللي المنتج او المخرج او المصور يمكن بنص ساعه وخلي نقول ساعه او ساعه او ساعه يكمل معاملته ويطلع. سابقا شقد كان عدد لا 6 أيام شقد كان قبل مجيئي كان الله يذكره بالخير اللواء زهير بوقته 3500 4000 وصل باليوم باليوم لعموم البلاد 4000 معاملة الآن البارحة 14,300 وشوي وكسور باليوم اي والله 14,000 معاملة يعني كم ضعف؟ 4 أضعاف ونص أكثر وصلت ل 16,000 قبل 3 أيام وصلت ل 16,205 أكيد هذا إنجاز حسب جنابك إنجاز طبعا مردودات اقتصادية حركة تجارية حركة اقتصادية للبلد بين المواطنين يعني هم سيادية حكومية وهم مجتمعية لتطوير الاقتصاد العراقي وتحريكه بالشكل الصحيح نوهنا على أنه حتكون حضرتك ضيفنا لهذا اليوم لكن جاني واحد من الأسئلة اللي أنا ما أعرف تفاصيله لكن حملوني أمانة تحويل الصنف من الاتحادية أو من غير يعني من التفصيلات العسكرية أو الفصائل العسكرية إلى المرور بمختلف صنوفها هذا الموضوع إيجابي سلبي لأن هواي شفنا انتقالات من الاتحادية للمرور لا لا بالعكس هذا موظفين مدنيين معالي وزير الداخلية المحترم أنت عارفين أنا مو شيء يتعلق بشيء ستأمل أنا منذ 12 سنة تقريبا لم يأتي شرطة مرور بتطوع جديد الشباب اللي كانوا عندي اللي عمره 35 ضيفي له 20 سنة صار 55 أو 50 هذا ما يعطي أداء بقد الشاب اللي عمره 25 سنة طبعا 18 سنة وقفة بالشارع يحتاج مناطق فتحت وشوارع فتحت والأمر الحمد لله والشكر خلصنا من الدواعش الأندال وصارت حركة الناس ليل مع النهار صح. يحتاج لها منتسبين يحتاج لها دراسة معمقة بيش بتطويع أضافة إلى أنه أنا فتحت صباحي ومسائي بالمواقع كل موقع حسب القياس 108 كل موقع مفروض 108 مطلوب مني من الحرس الآخر موظف يعني منتسب كان بالمواقع بواقع شفتين لازم يجد عن عندي 216 9 مواقع عندي أنا ببغداد 216 تضربها في 9 زين هم يجيب لي أعداد عني زين السيد المعالي عبد الأمين الفريق أول عبد الأمين الشمري الله يوفقه قال لي منتسبين أنا قلت له سيدي يعني راح أوقع عندي واجب صباحي واجب مسائي واجب آخر الليل إضافة للواجبات الاستثنائية الأخرى تعرفين الأربعينية زيارة سامراء واجبات كثيرة وفود من يجيب منتسبين فعلى أقل تقدير
نقلي سيد المعالي نقلي منتسبين منتسبين مدنيين موظفين ليش تراكمات ما يشتغلون بيها زجيتهم بالمواقع وطلعت بخطة تداولت مع السيد المعالي وزير بخطة انه طلعت من المواقع في عموم البلاد ليس بغداد كل الموقع تلاحظين الموظفين مدنيين المغلوب على الأمر يعني بالنظر انه مدنيين صح. مع وجود بعض الضباط الخيار حتى يقود الموقع ما نسوي مدني فدنو خلينا نكون 80% اتفقت مع السيد المعالي 80% مدني 20% عسكري الحرس والمدير كيف عدد التفويج اللي صار عندك يعني ست أمل يعني ألف وكسور لاحتاجهم لا لاحتاجهم كقياس يعني أنا القياس ما أنت المفروض 27,900 بعموم البلاد أنا اللي عندي هسه ما يتجوز من العسكر إذا طلعت المدنيين 4,300 تقريبا 15,500 يعني ده اشتغل بثلثين ثلث مفقود عندي في عموم البلاد على الموازنة الجديدة ما عندك تعيينات؟ بلكي هاي مسوقة عقودهم اللي أطلقها السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم والسيد المعالي وزير مهتم بهذا مسوقة عقودهم إعادتهم بالتخصيصات بالداخلية يخصني حتى على أقل تقدير أرفض هاي المديرية من يا سنة بعناصر وهذا هاي بشرة يمكن 19 أعتقد الوزارة لا يعني طالع بال طلعت لكن كثير اخبار اعتقد بال 18 19 او 19 20 18 19 المفسوخه عقودهم ان شاء الله يعودهم يمكن ما يقارب يعني حتى يعني انزفها بشرى للمفسوخه عقودهم الداخليه الامر ماشي بها ما انا متابع بها العدد المطلوب ايش قد؟ يمكن عدد كبير يمكن 30,000 28,000 ما شاء الله خير وبركه اذا 30,000 اي بس يمكن على موازنة 23 العدد اي على الموازنة يعني قرار الموازنة هؤلاء الشباب ان شاء الله يرجعون اذا رجعون انا تخصيص يمكن السيد المعالي اعطاني 1750 هذا خير من الله فقط للمرور بعموم البلاد مو يعني بس بغداد انا بغداد اللي بيها اقول لك 4000 5000 قليل بعد المناطق تفتح وقلت لك العائله العراقيه والاستتباب الامن الحركه الاقتصاديه هذا يجعل اكو فد اندماجك وفد حالة جميلة انه لازم نزج اعداد ونزج ضباط في الطرقات بس ان شاء الله راحين اذا راحين على اتمته ان شاء الله وقريب على اتمته كثير من الموارد البشرية نختصرها انا اشكرك شكرا جزيلا سيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل شكرا جزيلا على كل الايضاحات اللي وضحتها لنا شكرا جزيلا صدرك ومشاهدي قناتكم الموقره مره اخرى شكرا جزيلا مشاهدينا شكرا موصولكم على حسن المتابعه التقيكم ان شاء الله بحلقات جديده من على المسترى في امان الله.